فقرتنا دلوقتي تبدو انها فقره فنيه غنائيه، لكن انا اعتقد ان ليها بعد تاني بيدل على اننا كمسلمين ومسيحيين في مصر نسيج واحد محدش يقدر يفرقه. خير مثال الموهبه اللي معانا النهارده هو المطرب او المنشد او المرنم مينا عاطف. اهلا بيك. صباح الخير يا مينا. صباح الفل. نورتنا. بنوركم بامانه، ربنا يخليك. مينا، يعني احكي لنا، يعني مينا انشاد ديني، ازاي جت الحكايه دي؟ يعني فهمني، يعني التركيبه دي جت ازاي؟ كله بيستغرب، عارف ازاي اقول لحد انا بنشي يعني ايه يعني؟ بالظبط. انت كمان فزت بالمركز الاول في مسابقه الانشاد الديني الاسلامي. اخدت. احكي لنا بقى ده حصل ازاي؟ بص، الموضوع يضحك شويه يعني. الموضوع بقى يعني دخلت مسابقه كانت تبع الجامعه عندي، والمفروض ان هي غنى، هم كانوا متعودين اي مسابقه فيها غنى بيروحوا كاتبين اسمي وبروح وخلاص يعني. انت صوتك حلو وبتحب تغني بالظبط. وفي مسابقه فقررت على طول تدخل. فهم بيكتبوا اسمي حتى من غير ما يرجعوا لي، هم بيكلموني عندنا مسابقه. طب ماشي يا جماعه ماشي. فروحت، وكان مشوار كبير شويه بالنسبه لي. فوصلت هناك لقيتهم بيقولوا لي مين الثلاث انشاد دي؟ قلت لهم يعني ايه المشكله؟ اخش انا حافظ كام حاجه يعني كده. كنت حافظ؟ طبعا. لمين؟ النقشبندي. الله، انت بتحب النقشبندي. مفيش حد ما بيحبوش بصراحه، ده عظيم يعني. فتخش، قلت لهم اخش ما عنديش مشكله، بس لو ما حدش جوه هيعترض يعني عادي. فدخلوا سالوا الناس اللي جوه، فقال لهم لا يا ريت يعني تمام. فدخلت لقيت حوالي تقريبا 120 فرد كلهم مسلمين الا انا، ولجنه التحكيم شيوخ، وانا قاعد بقى مش فاهم حاجه. اول حاجه غنتها ايه؟ مولاي. الله. طب والنبي نسمعها قبل ما نكمل. حاضر.